يعني سوف يعود بشكل أو بآخر تحت الطاولة لنسج تحالف سياسي، خصوصا وأنه يبدو أنه موقف البرزاني تحديدا غير راضي. أكو اتفاقات هم سموها إدارة الدولة وما أعرف إيش وقعوا عليها قبل تشكيل حكومة، منها أذكر لك رقم مهم، أنه تعمل الحكومة على إلغاء قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بمنع إقليم كردستان من تصدير النفط، وهذا الشيء مهم وأساسي بالنسبة للكرد. منها مشاكل تتعلق في الموازنة، حصة الإقليم وطبيعة الديون التي يطالب بها الإقليم، ومسألة تسليمها للنفط إلى الحكومة الاتحادية. هذه مسائل سوف تبرز. منها أيضا المناصب، هنالك منصب كان يفترض أن يعطى إلى البارتي جماعة البرزاني يتعلق بوزارة الإسكان لم يعطى، وكذلك تعيينات أخرى داخل الدولة العراقية يرفض السوداني أو الإطار أن يعطيها للأكراد، وهذا انقلاب. هو طبيعتهم أنه يسوي اتفاق وينقلبوا، لذلك هذا قد يخدم الصدر بأنه الاستياء الحاصل من البارتي السيد برزاني أن يستثمر في إعادة نسج تحالف سياسي، وفي حال استبدال الحلبوسي ووصول شخصية مناهضة يعني للحلبوسي إلى، وهذا ما سوف يفعله حتى لا يستفيد الصدر من أنه قد يكون الحلبوسي يتراجع هو وجماعته ليشكل ورقة ضغط داخل البرلمان على الحكومة. هذه واحدة من الأدوات. تحدثنا عن أداة الشارع، السلاح ممكن أن يحصل، ولكن استهدافات عن طريق اغتيالات وتصفيات وإثارة مشاكل هنا وهنا أمنية تربك المشهد الأمني، طبعا بالتأكيد هذا سوف يعطل الحكومة التي يعني هي أصلا ولدت ميتة، لأنه جاءت من نفس الرحم، رحم المحاصصة والفساد وعدم الاهتمام بمصالح الشعب العراقي. ولذلك نحن في المعارضة قلنا هذا النظام زائل لا محالة، لأنه هسه مو أنا أقول، الأمريكان ذكروا لهم أنه هذه هي الفرصة الأخيرة لهذا النظام بأنه يستقيم ويرعوي ويستفاد من أخطاء الماضي.